راح لك التاول هلا مع رجيعها. يا هي أول شو عم تحكي؟ ايه واخواتك مأمون ومروان اجوا من ساعة من شغلهم، هم بعتتوا يدوروا عليه. انت وين كنت؟ هن لما دريوا كانوا بالورشة، حضرتك وين كنت؟ انا ادفته لعند الحكيم. ادفتي؟ ادفته وبعته، المهم النتيجة. هلا مو وقت الاخذ والعطا والعتاب. اسمع مجدي، بتروح بتدور على اخوك، ويا ويلك يا سواد ليلك اذا بترجع ايدك مو بايده، ويا ويلك اذا بترجع لي بخبر يكسر خاطري وضهري مثل ام معتزوه مشاكل. ان شاء الله لا تحملني همي يا امي، خلاص هلا من الصعب برجع معه. الله يسمع منك ان شاء الله. الله يسمع منك يا رب يا رب يا رب بدخيلك. يلا يا عمي ارقد، الله يرضى عليك. ارقد لك ارقد ارقد، الله يرضى عليك. يا رب يا رب لا تكسر لي خاطر، يا رب يا رب رجع لي يا سالم غانم يا رب. طولي بالك مرت عمي، انت بحياتك ما اذيتي حدا، لهيك الله ما راح يديمك. يا رب يا رب. امي يا مو طولي بالك وطي صوتك، هي السلالة بتكون عم تسمع، وهلا يعني جدي بيضرب كل شيء. ما راح وطي صوتي، ومين ما بده يسمع يسمع، والحاضر يعلم الغايب، ما حد فرق انا معي شيء، لكل الاحوال ما انا يا جماعة. كلام الكراكون مو ظابط، طالما اللي خطف شاكر ومعتز بعده هرباق مو ظابط. والله مصبوح عم تحكي، بس شو العمل؟ شو يا بي؟ رجع نادر على البيت. ما لقيته بالبيت مني، شو صار معكم؟ الكراكون ما قبله يكتبوا ضبط، قال قبل ما يمضى 24 ساعة على غياب ابنك ما فينا نعتبره مفقود. لا إله إلا الله، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. الله يكون معك يا جماعة. شافوا على مكتب. خير يا بي، شو جابكم؟ يا بي والله ما بعرف شو بدي اقول لك. لا بدك تعرف شو بدك تقول لي، قل لي شو في؟ اخوكم مازن رجع البيت ولا لا؟ يعطيك العافية ابن وفال. الله يعافيك تيسير. عاونك جدي؟ ايدك ولك، انا ارجل منك. ابو الوزير رجال وسيد الرجال، غصب عنك وعن اللي ما بيرضى. ايه شرف جدي، شرف يا تاجر.